يا سلام. والله يا شباب هذه اللعبة من أكثر اللعب اللي فيها النغمة في المقدمة كذا، تعطيك تفتح نفسيتك إنك تلعب. هذه الحلقة الثالثة يا شباب، ما زالت اللعبة تريلر. تقريبا هم قالوا في الربع الرابع من 2022 راح تنزل، بس ما حددوا التاريخ. ما أدري صراحة بكمية التفاصيل المتبقية إني أغطيها في هذا الديمو. يقول لي جاهز يا حلو، يلا خلنا نشوف مهاراتك اللي تعلمتها في الحلقتين الماضية وتحفنا تحفنا. نسيت السيجارة يا شباب، تعرفوا نروق على الصباح. أمزح التدخين مضر بالصحة. صبحك الله بالخير يا عزيز العسكري. طيب الشعب منتظرني هنا، نقول بسم الله. ما أدري إذا اليوم بيصير فيه هجوم، لأن في التريلر لو تذكرون في الحلقة الأولى كان فيه هجوم مسلح، فما أعرف إذا الجماعة اليوم بيهجمون علينا. إن شاء الله أن هذا شيء مغطى في الديمو. يلا هات ال هات أوك. أذكر أنه كان مرتفع فوق كثير. نقول بسم الله. شوف قبل لا تفتح أي شيء ناظر في عيونه، بالله عليكم ما يبين عليه خايف متوتر. اسمه أمان، دام اسمك أمان بنعطيك الأمان. أمان دوغان، وهنا أمان دوغس. يا أخي تستهبل على أهلي أنت، أول واحد على الصبح. وبعدين فيزتك 1980 واليوم تاريخ 1981. يا فاو واي 010. أوكي خلاص، والله ما ودي اتعب نفسي اكثر في هذا يستهبل 6-2-2. خلنا نشوف وكذا كذا بيرفض فما يحتاج. هنا 2-2 وهنا في بوكسين. وين الستة؟ حتى السمنت ناقص، يعني البضاعة. شوف يا شباب عشان لا نظلمه، خلنا نتأكد. هذا 2 وهذا 2، هذه بضاعتك كلها. وين الستة في الموضوع؟ مهرب لي شيء بعد فيهن؟ في شيء في الكاس سمنت؟ ايش قلت؟ على بالي تكلمني. والله يا شباب مش مهرب اي شيء، في اغراضه ومشغل الكشاف. خلنا نطلب من العسكري يرجعهم. يا حلو وقف تدخين ورجع الاغراض. اوكي رجعهن سريع سريع. 4-2-2 وهذا يقول لي 6-2-2. يعني بالله عدوا معي يا شباب كم من غلطة. هذا غير نشيك البلدة اللي جاي منها اللي هي البارك هذه، إذا أساسا مسموح له أنه يجي منها ولا لا. خلنا نعطيه انسبكشن ريبورت. اسمه غلط، اكسباير ديت غلط اللي هو هذا، والكارغو ليست غلط، صورته هي نفسها، باسبورت نمبر ما في لها إشكالية. ديناي. اقبض الباب. نيتا توكل على الله بس. يا زين اليوتيرن هذا اللي بعده. بس دقيقة خلنا نشوف الريبورت. الله يستر. اوكي بيرفكت انسبكشن حبيبي. كاش بالانس 100. طبعا الله يعطيكم العافية، في الكومنتات قلتولي لا تفتش ولا تفقع التواير اذا ما كنت متاكد انه في شيء او في غرض، فلا تكسر الموتر. نسيت ما نزل هنا شيك والله اذا كان معه شيء. هلا بالحلوين، هلا بغدانا. وش ذا تيس ولا اي؟ والله ارحب وارحب واقلط. الله يعينك اللي بتحملهم. دقيقه خلينا نشوف الرجال. انزل عشان ما اول شيء اعطنا لهذا. لا تسكر الباب، ما طلبت منك. وات؟ وات؟ هاي اركب شغل الموتر. ادعس شلون وقفه، ما عندي سلاح. وين راح الله ينكبه؟ هناك علامة تعجب. ووو والله ما ادري اذا احد من الشباب جاء معي ولا لا. من حاش بتيوس اصلا. شكل التيس انا ما كان عاجبني والله، كان واضح انه فيه انه. شوف وين وقف. الحين بتوقف ولا بتنحاش؟ استسلم. لطف الموتر. انزل. هات اي سلاح بالفاس، وربي بالفاس، اقسم بالله بالفاس. انزل يلا انزل انزل. الله يخرب بيتك. انزل
هاتشي التاينة ذا. نايس هي ثلاثة ودرن. شوف وين راح. Return to the border to review new order. طيب والحلوين هذا لا. يا أخي شكله غريب والله. غدانا راح يعني. أنا شاك إنها معه شيء. ليش يعني بنحاش ليش؟ الله ما أدري يا أخي. المهم هم بيتفاهمون بالموتر بيوخرونا بعدين. بسم الله. خلاص طفى زعجتنا. خلوكم هنا بيجيكم واحد بعدين. أوه هذا هو محمد معي. وأنا أقول كيف اختفى. وات قبل شوي فتحت الباب يا شباب والله ما كان في أحد. في باب ثاني ولا إيش؟ إيه باب السجناء من هناك صح. يا زينة كنت تاكي محترم كذا. سير بليز ستوب يقول لي توقف تنحاش. ليه مستطرب الحين؟ طف طف طف. ما باقي الا نضرب الوسخ هذا. تعال في شفت الليل يوم ما اكون مداوم استهبل عليهم بس وانا موجود ما تطقطق كذا يا وسخ. شوف هذا ما مداه يركب معي مسكين. وخر لاخ امك انت الثاني. طف الليت طف الموتر ونزلنا. تفاهم معه ولا انا اتفاهم معه؟ You're free to go. والله يا خسي. Transfer to prison. شيل prison يا حبيبي. ايه تشنبك هذا ما عندك الا تدخين ولا اقدر اوصيه اي شيء. والله لا يتحمل تكاليف هذا كل التكسير. الحين شلون اكمل وظيفتي انا؟ علمني. نكد علينا اليوم وخربه. خلنا نشرب لنا شيء. فودكا. You missed an important call from the general. الله يخرب بيتك يا الجنرال. احنا جالسين لاحق هناك وهو تاكي في مكتبه يتصل. شو السالفه الحين عاده؟ اي والله نفسهم الظاهر. مع ثلاث خرفان. اي والله انا برويك فيه. بس والله لا ارويك فيه الحين. اوكي الاسم امان بس تغير هنا اماو. والصوره تغيرت الحين. صوره وتاريخ 422 422. اوكي ما في اشكاليه. تغيير بسيط صار. بدل الباسبورت الفوتو بدل الكارغو ليست. وزن الموتر 2360. اوكي عرفت وش فائدة هذا اخيرا. اوكي كل شيء تمام. تعال تعال قبل لا ينحاش. اوه واحد ثاني هذا. شو فقعت التاير بس ما في فايدة. اركب وغير الطريق هالمرة. هو زلفة هذاك. والله لا اجيبك مثل ما جبت اللي قبلك. تعال. الصراحة مواترهم بطيئة مرة. متى بتوقف؟ دعم دعم الاهبل. توقعت انه ممكن يكون مسلح بس نفس النظام. ارحب ارحب الموتر. اوه معطيهم ثلاث دقائق. والله معليش يا شباب ما انتبهت. حياك الله انت وزلفك. دام السالفة فيها وقت انا ارويكم. اول شيء وين هذا؟ لا فري تو جو قلت له. هذا العجلة. العجلة العجلة فيها الندامة يقول لك. العجلة من الشيطان. خلنا نشوف كم باقي. دقيقة و44 وانا مربوش. السلام عليكم. اوه يقول لك في هجوم مسلح. اوكي يقول بيخاويني هذا الجنرال اللي عندي هنا ونروح نساعدهم باسرع وقت. يلا يلا مشينا. رجعت الموتر هناك. يلا لازم اكلمك. ما يحتاج اكلمه. طيب ما عندي سلاح. ايوه هنا نتحدث. يا سلام عليكم وربي تفهمون. الان نتحدث. الحين تشوفون مهارات الايم يا عيال. ورب الحين تشوفون مهارات الايم. يقول لك هذا نادر ما يصير. مره واحده في الشهر تقريبا تصير معنا هذه المشاكل. عشق واحد توكلنا على الله. طيب وين وجهه؟ اوكي معلم لي هناك. نفس الطريق اللي قبل شوي وقفنا فيه. تقول الموتر موجود ولا اختفى؟ والله من الالعاب الجميله اللي تغير النفسيه كذا تغير الجو. كانت ويت لما تنزل شو اسمه كاملة. هذا وصلنا الحدود. وين المسلحين؟ ايش سالفة؟ فهمت غلط.
كيف يسلم على الحرامية؟ يقول خلنا نشرد ونخبر الجنرال. اوف اهم شي ما ينفجر الموتر. يا الربع ماخذ كفر، يعني مصمم القصة ان يموت ولا كيف الوضع؟ والله انا مصمم القصة اقسم بالله. نائمية حرامية. كنت بستعرض يا اخي حرام يا رجال. وش اللي thanks for playing؟ اقسم بالله ما لعبنا، بس التصويب يا الربع والله انه فنان في اللعبة للأمانة. يعني لو يكون فيه سنايبر زي لعبة ذا مست اللي جالس العبها سلسلة ثانية بيكون شيء والله عسل. اتمنى استمتعتوا بهذه الحلقة البسيطة الخفيفة اللطيفة، ونراكم ان شاء الله اول ما تنزل لعبة كاملة نكمل فيها. طبعا اعطوني رايكم، وشكرا لكل من دعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ما ودي اخلصها يا اخ، والله العظيم ما ودي اخلصها.